البيت ده؟ هذا بيت الشيخ فهد بن سلطان الفزير شيخ شمل. ونعم والله يستاهل. هذا ينطب 24 ساعة والباب فاتح والدلال على النار. ينطبق عليه بيت الشعر اللي يقوله شيخته: ما هي جديدة على جده، كل عود في محله يجي عوده. أنا عاد ماني شاعر لكن كشهادة مني. يقول اللي يستاهل شيخ مثل الفزيري فهد بن سلطان بابه ينادي، بابه مفتوح للمارة والقصيري، متواضع طبعه مع الناس هادي، أبوه ميري وهو كذلك ميري، شيخة قديمة ما هي شيخة برادي، اسم فزير وبالمناصب تبيري، ووقت اللوازم موقفه ما هو عادي، من ساس ربع ينطحون العسيري، يوم المعارك واحتدام الطلادي، عدوهم يموت والله كسيري، عز الصديق وناطحين المعادي، أفعالهم لو بعدد كثيري، انشد وتلقى لي نقوله وكادي، رحيل سعد الجعفري العنزي.